بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن صفة الوضوء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حاضر بس طهارت إلى شلون صفة تغلق سوزليمس. الوضوء أيضا له شروط مثل الصلاة. طهارت نمو خد نماز وخشاش شرط لربا. الإسلام. بنيش سن مسلمان بالما. والعقل. عقل بالما. التمييز التفريق بين الأشياء. تمييز يعني فرقلان دروش يشغي يتمك. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نيات نو أورن جرك أجر ده هذا نيات نتولد دسابو بدعة بولدو. ولا بد أن تكون النية من أول وضوء إلى نهاية الوضوء. لا يصح أن يقطع النية في وسط الوضوء. هم شو نقله طهارت إلش نيتي طهارت نم بيشدن آخر قشي بولش كيرك يعني دوام مشمك كيرك. أجر آدم طهارت نم نيتي نم طهارت إلوات كان دوزو بويسا بوميدو. نعم و طهورية الماء وإباحته يعني لا صح أن يتوضأ بماء نجس أو ماء مقصوب مسروق مثلا. Şundakla taharatın şartlarından taharat iluvatkan suyun pakız hem mubah buluşu. Yani mesela necis su bilen, pakız emez su bilen taharatı asab olmaydı. Hem şundakla uğurlanan su bilen taharatı asab olmaydı. İzalet ma yemne usul el ma ila el beşer, ila a'za el vudu. Yani mesela mar'a teza halil eşya au ala yedihi tıla, cidran au acin. Hem şundakla mesela eğer adamın tinida suyunu tenge yetkizmeydiğen bazı bir nesle bulsa olanın ip taşlaş. طهارتنا شرط لدن بري. نعم. والقطاع موجب الوضوء. هم شو نقول؟ طهارتنا بزدغان عملنا تجشي. بزدغان عملنا تجشي. إيش معنى انقطاع موجب الوضوء؟ يعني لا يستطيع أن يتوضأ وهو يخرج منه ريح أو يتوضأ وهو يبول مثلا. بنو ما نسي ما. بنو ما نسي مثلا أجر آدمنا يلي تشقوط من بوسا يلي لنا تشخش تجمسن برون طهارة صابو ما يدو. يعني مثلا كشكتلات قوط من بوسا طولق بومغتشي طهارت برسل صابو ميدو. أو مثلا وهو يأكل لحم جزور يأخذ يتوضأ. نقول لا، لأن هذا موجب للوضوء حتى تنتهي من أكل اللحم، بعد هذا تتوضأ. ياكي مثلا أجر آدم توغنم غوشني يرتب تروب طهارت ألماخشي بوسا بزنون قبرينشي توغنم غوشني يبولوب عندن كين طهارت ألدر ديمز شنكي توغنم غوشني يش طهارتنا بوزدغان عامل. وكذلك لابد من الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء إذا كان هذا موجب للاستنجاء والاستجمار كالبول والغائط. أجر آدم مثلاً كشكي كي شو مثلاً قلب بوغم بوسا طهارت إليش نون ألدا برينشي سبلاً استنجاء ياكي كيسك بلان شالم بلان استجمار قلش لازم بولدو. الآن إنسان أكرمكم الله بال مثلاً هذا بر آدم كشكي ثلاث قلدي ولم يغسل الذكر. هم أذنن عبرتنا جمدة. هل يستطيع أن يتوضأ؟ نقول لا، لابد أن تغسل الذكر أو تستعمل المناديل قبل الوضوء. وبيرب طهارة الألام دو ياق بس من قبرين شسن أذن استنجاء قلبي لب ومن كين طهارة ألغن دين. أما إنسان خرج منه ريح هل لابد أن يستعمل الماء الحجارة؟ لا يستعمل الماء الحجارة. لكن مثلا آدم دن يل شخ كتي عندك آدم استنجاء قلب ياكي استجمار قلش كلك مو ياق چونكي يل باكس يعني نجس بلو بيسقون مايدو. نعم استيقظ من النوم الآن مثلا وأراد أن يتوضأ، هل لابد أن يغسل الفرجين؟ لا. مثلاً ياكي بر آدم ويقدن حاضر قبطي وبيرب استنجاء قلش كليك مو ياق چونكي و استنجاء قلمسون بولي يردو. نعم. فروض الوضوء ستة. طهارة من فارزري ألتا. لابد من أمور ستة حتى يكون الوضوء كاملا. ألت ناسا بوغاندا طهارة طولق بولو بيسابلندو. غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. Birincisi özünün yüzünün toluq juyuş. Həm şundaqla bu yəgə özünün ağzını çayqaş və burnunu juyuşunu kırdı. Wa ghassil al-yadayn ma'a al-mirfaqayn. Həm şundaqla özünün qolunu jeynik keçi, jeynik bilan birlə qoşub turub juyuş kerak. Wa mashh ar-ra's ma'a al-udhunayn. Həm şundaqla özünün beşiqə nəsx qılış. Həm şundaqla özünün wa ghassil al-rijlayn ma'a al-ka'bayn. Həm şundaqla özünün qolu qığımı nəsx qılış kerak, həm şundaqla özünün putunu özünün qoşqları bilan birlə juyuş lazım. Nəm. Və tərtib və müvalə. Tərtib labud an yurattib və müvalə mutabəə an la yafsil beynəhum ifasil tavil. 5-ci fərz bolsa tərtib bilan qılmaq. Yəni bu şubiz hazır digəndək tərtib boyunca taharət olmaq. 6-ncı fərz bolsa arqa arqadan jumaq. Yəni arqa arqadan özünün taharət azalığını jumaq. Sifətül vudu. Taharət ilişinin sifəti. Yəni ve bi qalbi. Birincisi niyet kılış lazım. Yusemmi, yakul bismillah. Andın ki bismillah deyiş lazım. Yustahab lahu an yaghsil kaffayn. Andın ki taharatın aldı da işki alkınlı jursa bu mustahab olup hesaplanır. Ve izâ kâni isteyqaz min nevmin leyl
يجب عليه وجوب أن يغسل كفين ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الإناء. لكن أجر آدم ويقدن قبقم بوسا كيشن ويقدن. وقت دا إشكي قولني تهارت إلشن عالد دا يعني قولني سوغا كرغزوب تروب تهارت إلشن عالد دا 3 قطم قولن جمق فارس واجب olup hesaplandı. يأخذ ماء حافلة من ماء بيده اليمنى. Özünün 10 kolu bilen su aldı. ثم يدخل الماء في فيه. Andan kiyin ağızğa suunu kirgizdi. ثم يسحب الماء بمنخريه. Hem şuna kıla şu vaxtın özüyle özünün burnu bilen suunu tatıdı. Ödir الماء في فيه. Andan kiyin suunu ağzının içi de ثم يخرج الماء من فيه. Hareketlendirip olan için çıkırdı, suunu çıkırdı. Ve يستنثر بأن يستعمل اليد اليسرى مع شيء من الهواء من منخري. هم شنو قال özünün sol kolu bilen burnundaki suyu çıkırdı nefes bilen. يتمضمض ويستنشق ويدير الماء في فيه ثم يخرج الماء من فيه ويستنثر. Ağzını çayıkaydı hem şuna kula burnuna su ilip burnundan suyu çıkırdı. ثم يغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن لشحمة الأذن عرضا. هم شو نقول أذنهم يوزني طولك جيدو. يوزنهم قيس إيرني جيدو دسان لا. عادة تشارج أستدغان يادن باشلات أذنهم مشو نيم كيشي إنك كيشي. عندن كين أذنهم هم شو نقول بركلاختن بركلاخ كيشي بوغان يادن جيدو. مع ما استرسل من اللحية. هم شو نقول أجر آدمنن ساقل بوسا ساقل مجيدو. نعم ثم الآن يغسل اليد من أطراف الأصابع حتى استوعب المرفقين. ونظن كين آدم يزن قولني برمقلان بيشتن تاتب حتى جينك كي جينك بلان بالله قوش جيدو. لا يكفيها الغسل الأول الكفين هنا الآن لابد يغسل من هنا من أطراف الأصابع حتى استوعب المرفقين يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى. يزن كين قولني جوغاندا برمقلان بيشتن باشلاش لازم چونك برنش قتم قولن جوغني بو يد كوباي قلمايدو او باشقا بو باشقا. نعم ثم الان يمسح الراس ونندن كين اوزنين بيشغا مسح قلدو. مسح لا غسل يعني جوماي بيشني جوماي اكسينچا مسح قلدو. يبدا بمقدمه الراس الى قفا اوزنين بيشنين بيشدن باشلاب اخرغچي قولنا ابردو. ثم يعود مره اخرى اندن كين يانا قايتا قايتدو. ثم يدخل سباحتين اندن كين ايشكي اوزنين مشو بارماقلارني في صماخي أذني كلهم يشيل كرجزدو ويمسح بالإبهام ظاهرهما وشون برمطر بلن كلهم تيشني مسخ خلو. نعم ثم يغسل الرجل اليمنى مع مع الكعبين عندن كين أذنن أم تني أوش بلن بلا أوش بجودو. إذا كان على الرجلين جوارب أجر دا بتدا مثلا بتدا برأيك بوسا ياكي برنين بوسا وكان لبس هذه الجوربين بعد وضوء كامل وغسل الرجلين بالماء في هذا الوضوء ولبس يستطيع أن يمسح عليها 24 ساعة للمقيم و 72 ساعة للمسافر. أجر آدم بطقا بايباقنا تهارتنا طولق إلي بوغاندن كين كيجن بوسا وقت دا أجر دا مسافر بوسا 3 كن 3 كيشة مسخ خلصة بولدو أما مسافر بو مسافر كم بركيشة يمسح عليها طبعا في الحدث الأصغر أما حدث أكبر لابد أن يخلع يغتسل. لكن في بقى مسخ خلش فقط لا كيشك طهارة سيزلك تمكين بولدو أما چون طهارة سيزلك كيشك فسا وقت دا مسخ خلصة بولدو طول جو يصار. صفة المسح أن يمسح فقط على الظاهر. نعم مسخ يعني بطقى مسخ خلش نو سفتي مشنا بولدو فقط بطنن üstelik yenimge mesh oldu. Fakat ala zahir. Naam. Yani bütün üstüge mesh oldu. Emma yemsah fi waqt wahid alayhima bin yaday. Yaki bir vaqtnın üzdila iki qolu bilan iki putqa mesh oldu. Aw yemsah awwalan ala yumna thumma ala al-yusra. Yaki birinci oñ putunu mesh qılıp ondan keyin onundan keyin sol putqa mesh oldu. Naam. Ba'da an yantahi min al-wudu yati bid-du'a al-walid an an-nabi alayhi as-salatu was-salam. Taharatni ile poğanın keyin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen duanı okuydu. نعم والله أعلم الله يخشى من يشترك نعم